ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تدريب بدني رائع، هذه كلها 60 ياردة، يعني هذا 20 20 20 20 20 20 20 20، فيصير هذا 60، هذا 60، هذا 60، هذا 60، هذا 60، هذا 60. إذن 60 في 60 مقسمة إلى 9 مربعات، 20 في 20. يبدأون أول لاعبين عندهم كرات، بسيط تمرين، مناولة جدارية بين اللي يصير هنا، طبعا راح يصير هنا نفس الوقت، مناولة جدارية بين الأول والثاني بالعشرين، هاي الأولى. الثاني يهيئ للأول كمناولة جدارية، الأول يهاجم يلعب للثالث، يلعب للثالث، الثالث يهيئ بالمربع للاعب الثاني. إذن الثاني يأتي للمناولة الجدارية، الأول يروح مكانه. أكرر، إذن مناولة جدارية أولى بين الأول والثاني، ثاني يهيئ للأول، الأول يأتي يلعب للثالث، وانتهى شغل الأول، يروح مكان الثاني، لأن الثاني من يلعب الأول للثالث، الثالث يهيئ كرة للثاني، الثاني يهاجم الكرة يلعبها للرابع، زين، ويروح مكان ثالث، لأن الثالث راح يهاجم الكرة اللي هيئها الرابع ويردها إليه ويروح مكانه. إذن الأول يروح مكان الثاني، الثاني يروح مكان ثالث، الثالث يروح مكان رابع، الرابع يسلم، يعمل أول 20 دحرجة، ثاني 20 مناولة، انتبه عليه، ثالث مناولة وركض سريع مكان هذا اللاعب، زين، الخامس استلم، لعب لنفس المجموعة وراح خلف المجموعة المعاكسة، نفس الشيء يصير هنا بنفس الوقت، 20 20 20، وهاي 20 وهاي 20، وهاي هم 20. التمرين يصير ب60، 40 في 60 لكل مجموعة. فهذا هو العمل الطولي، بيسموها أطوال الساح، زين، كل دور مال الساحة يسموها. فهذا بدني ممتاز، ما بي صعوبة، سوى أنه حاجة هناك الأداء بسرعة عالية وبدقة عالية، وعبارة عن 3 مناولات، 3 مناولات جدارية تنتهي عند اللاعب اللي بالأسفل، واللاعب بالأسفل يستلم، يدحرج 20، يمرر 20، يروح مكان المستلم، اللاعب رقم 5 5، يمرر للمجموعة اللي انطلقت منها الكرة ويروح خلف المجموعة هذيك، يكون هاي المجموعة عملت بالشكل التالي. إذن ذولا رجعوا الكرة للمكان اللي انطلقت منه، لكن هم راحوا وين؟ خلف المجموعة المعاكسة من أجل تغيير اللاعبين. سؤال راح يأتيني فورا، يقول دكتور رجاء ضعب المتحرك هذا، سأضعه بإذن الله تعالى غدا صباحا بالمتحرك، بس أذكرك أنه هذا من يلعب مناولة جدارية الأول ويا الثاني والثاني يرد له، هذا ما يرجعها للثاني كمناولة جدارية، يرجعها للثالث ويروح مكان الثاني، والثالث يروح للمناولة الجدارية اللي لعبها الثالث، وهكذا. بسيط، جيد، اشحنوا بطاريات لاعبيكم بهذه التمارين مع الكرة، يكون تدريب كرة قدم أحسن وأشمل وأعم من تدريب اللياقة البدنية بدون كرات، وإن كان الأخير، يعني اللياقة البدنية تدريبها بدون كرات هو الجوهر في إعداد اللاعبين، لأن توقيتاته ممتازة. شوف العمل هنا، دحرج 20، مناولة 20، ركض 20، اشتغل بكرة القدم، هذا كله مناولات وركض سريع، يعني يمرر ويركض سريع للكرة، لأن هي 20 ياردة، يمرر ويركض سريع يروح مكان الاثنين اللي انفضل، وهكذا يكون عملنا مبني على أساس العمل مع الكرات هو الأحسن في
التمارين اللي يحولها من تمارين تقليدية إلى تمارين منتجة. أنا موفق المولى أسأل لكم الله ربي مجيب الدعاء أن يحفظكم جميعا ودائما وأبدا. الصلاة على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين يوم الفزع الأكبر. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله أليم. فاتقوا الله يا أخوان، اتقوا الله. مع السلامة.